صدقني مشروع. I trust you. إن شاء الله قادرة. Let's do it. حوري صوت. أنا جيت. إيه حكاية أغنية سيطرة معاكي؟ دي حطوها لي في المسرحية. وأنا حبيتها قوي الأغنية. طب حتة بس منها بعد إذنك. يا جماعة أنا مش مغنية. مش مغنية ما أنا عارف. إيه؟ ما هو سيطرة. ماشي المسخرة. هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا. انا حبيتها قوي عشان دي كانت دخلتي في المسرحيه. اوكي. ماشي. قولي لي بمناسبه الاغاني بقى، انا عارف انك بتحبي شاديه جدا جدا قوي. قولي لي بقى اغنيه بمناسبه الحاجات الحلوه اللي احنا فيها دلوقتي. بحب قوي وحيات عينك وفداها عني، انا بحبك قد عينيا. بحبها قوي وبحب يا حبيبتي يا مصر يا مصر طبعا. حته بقى مع الاسم، احنا نازلين على منطقه في مصر وبتاع، ما ينفعش. اتفضلي يا حبيبتي. ما ينفعش تخليني اغني شاديه والناس العظام دول. دندني شاديه مش هتغني. ها يا حبيبتي يا مصر يا مصر. انا يا دينا الحمد لله على السلامة. Thank you so much. I love you so much. دينا آخر ثلاث أرقام في موبايلك إيه؟ 7747. قولي لي هترجعي تاني شعري كيرلي ولا خلاص الشعر ده بقى كده؟ أيوة أكيد هرجع شعري كيرلي. أنا عايز أشكرها بس. I love you. Thank you. You did awesome. Congratulations. لا أنتوا مش فاهمين اللذاذة. وبعدين إيه حلاوة الفيو ده؟ تحفة. في حتة كنا شايفين منها بحر وجبل. لا الناس لازم تعملها في مصر على فكره. فكرتي في ايه وانت نازله من فوق؟
كنت بدعي، مامتي دايما كانت تقعد تقول لي انت نجمه الطياره ادعي، معرفش ليه. ما بقى هو انا بموت من الطياره. اه لا، في انبسطت قوي، في ادرينالين كده، بس دي اكتر مره انبسطت فيها.